سلاحنا هو الابتسامة. اتبسم حتى يقول لك مهبول. اتبسم وخاطي. في الجزء الثالث والأخير من وثائقي محفوظ نحناح الداعية السياسي، سنجيب على الأسئلة التالية: هل صحيح أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت مزورة ضده؟ الانتخابات لم تكن نزيهة وشابها شيء من التصوير. أعترف أنه على مستوى ولاية وهران حمص اتحصلت على 12 مقعد من مجموع 14 مقعد. كيف ساعد نحناح راشد الغنوشي وإخوانه في تونس؟ أين وجد الأستاذ راشد وأخوانه العديدون؟ أين وجدوا السندة؟ وجدوا في الجزائر. ما قصة الصدمة التي تعرض لها في الانتخابات الرئاسية لعام 99 900 و1000؟ ربما أقول لك سر، الشيخ نحناح من 99 إلى أن مات رحمة الله عليه ما دخلش البيرو نتاعه. وما حكاية الكتاب الذي كتبه واختفى؟ هذا الكتاب اختفى فجأة، لا أدري من أخذه، يعني لا علم لي بهذا الكتاب. ماذا كانت وصيته للجنرال توفيق أياما قبل وفاته؟ أول شخص زاره كان هو الجنرال توفيق. كان كل شيء بالنسبة لي شيخ نحناح، والله ما نزعت القرب سبحانه. وتفاصيل أخرى مثيرة تكتشفونها في الجزء الثالث والأخير من وثائقي محفوظ نحناح الداعية السياسي، يأتيكم هذا الخميس الموافق لذكرى وفاته على الساعة 11 مساء ضمن برنامج أصل الحكاية، ويعاد عليكم في الأوقات التالية.